في حديث صخر بن وداع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل جيشا أو يبعث سرية يرسلهم أول النهار حتى يتباركوا. وصخر رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا، يقول: فأرسل تجارتي أول الصباح فأثريت بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يتساءل الكثير: لماذا أشعر بضيق؟ أشعر بتعب؟ أشعر بهم؟ نفسيتي مو مرتاحة. حبيبي، ضيعت صلاة الفجر، وضيعت بركة البكور، وضيعت هذه الأنفاس المباركة، ثم لا يضيق صدرك؟